الناس، كل الناس، الصغير والكبير، الأبيض والأسود، الذكور والإناث. لهم أعداء، وأخطر هؤلاء الأعداء على الإطلاق هم الشياطين. الشيطان بيضمر للإنسان العداوة من زمان، منذ أمر الله سبحانه وتعالى إبليس أن يسجد لآدم، لكن إبليس استكبر ورفض وأضمر العداوة والكراهية والبغضاء والحقد لآدم وذريته من بعده. والله سبحانه وتعالى بيّن لآدم أن عدوه هو الشيطان، واستطاع إبليس أن يخدع آدم وزوجته، وكان سببا في إخراجهما من الجنة، وهبط الجميع إلى الأرض. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه هذه العداوة وقال: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله سبحانه وتعالى عرفنا أن الشيطان له هدف محدد وواضح، هو أن يدخل الناس النار. قال سبحانه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي من أصحاب النار. والمعركة بيننا وبين إبليس وحزبه معركة شديدة وخطيرة ومستمرة، وهو يملك إمكانيات لا طاقة لنا بها، فهو يرانا ولا نراه، ونحن نغفل عنه وننشغل بأمور حياتنا وهو لا يغفل عنه، منتبه إلينا انتباه شديد. لذلك فمن المستحيل تماما النجاة، من المستحيل تماما النجاة منه إلا بطريق واحد فقط، طريق واحد فقط، هو الاحتماء بالله والاستعاذة بالله والاستعانة بالله. طريق واحد فقط هو أن يتدخل الله عز وجل في المعركة القائمة بيننا وبين الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هي آخر سورة في المصحف، فهي رقم 114 على خلاف كونها مكية أو مدنية، وعدد آياتها 6 آيات فقط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وهذا ثابت عنه. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث: كلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركته. وفي حديث آخر روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس،
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. بل هي صورة من صورتين في القرآن، من أفضل صور القرآن في التعوذ. ففي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عابس الجهني: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا حديث صحيح. ومن فضل الصورة أيضا ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير صورتين قرأتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هو طلب الاستعاذة بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس، أي قل يا محمد وخلفك أمتك: أستعيذ وأحتمي وأستجير وأعتصم وأستغيث برب الناس، كل الناس. والرب هو الموجه والراعي والحامي، وهو المتولي أمور كل الناس. أستعيذ برب الناس من الشيطان الرجيم. وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، والملك هو الحاكم المتصرف. فأنا يا رب أستعيذ بك وأنت حاكم الناس والمتصرف في شؤون الناس، وأستعيذ بإله الناس الذي أنت الذي تستحق العبادة وحدك، المستعلي المستولي المتسلط على كل شيء وعلى الناس. أستعيذ وأحتمي بك من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، والذي يوسوس في صدور الناس. والوسوسة صوت خفي حين يتداخل في المشاعر ويتداخل في الخواطر، ويأمر بالمنكر والفحشاء، ويأمر بالكفر ونحو ذلك من السوء. أستعيذ بك يا رب من شر هذا الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، وهو يوسوس في القلوب، ولكن القلوب في الصدور، من الجنة والناس، سواء كانت هذا الشيطان شيطان إنس أو شيطان جن. وشيطان الجن هو معروف، أما شيطان الإنس هو الذي يظهر لنا، سواء كان هذا في صورة صديق سوء أو زوجة سوء أو جهاز إعلامي يأمر بالمنكر ويعرض بالفحشاء، أو صحفي يكتب كلمة سوء، أو نمام واشي يزين الكلام، أو منافق، أو من يهدد من أجل أن يدفعنا إلى شيء من غضب الله، أو أي بشر يصنع أو يدفعنا أن نصنع أمر يرفضه الله عز وجل ويكرهه، فهو عندئذ يمثل صورة من صور شياطين الإنس الذي حذرنا الله منها. عندما تسمع صورة الناس تتولد في قلبك مشاعر عديدة. أول هذه المشاعر حبك الشديد لله سبحانه وتعالى، فحتى تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني يعتني بك ويدلك على الخير ويدلك على طريق الاستعانة، ويريد أن يحررك من تحكم الشيطان فيك، وأن تكون حرا، وأن يساعدك، فهو يدلك على طريق الاستعانة، فتتولد في قلبك حب شديد لله سبحانه وتعالى. العاطفة الثانية التي تتولد في قلبك شعورك بقوة الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا الشيطان يصير ضعيفا ذليلا أمام قوة الله سبحانه وتعالى، ولا أثر له عليك بعدما أن تتعوذ بالله. الشعور الثالث التي يتولد إلى قلبك بغض الشديد، البغض الشديد للشيطان، وكراهية هذه النفس الشيطان، يعني الحقيرة الخبيثة المملوءة بالكبر المملوءة بالحقد والحسد على البشر جميعا، والذي يريد لك السوء. وهذه العاطفة الرابعة، أن تنتبه إلى عداوة الشيطان، أن أنت تعاديه كما يعاديك، فتحذره وتأخذ بالأسباب التي تؤدي للنجاة منه ولا تغفل عنه. العاطفة الخامسة، شعورك بأهمية الاستعاذة بالله والاحتماء بالله واللجوء إلى الله، فتكرر هذه الاستعاذة دائما وتستعيذ بالله دائما حتى تنال هذه الحماية. ونتعلم من الصورة دروس كثيرة، منها الحرص على الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن في كل شيء،
نمرة اثنين، أن نحذر حذرا شديدا من أساليب ووسائل الشياطين المختلفة. ثلاثة، دلالة الناس إلى النجاة من أعدائهم وخصوصا الشيطان، وذلك بالدعوة والتعليم وإلى آخر تلك الوسائل، كما دلنا الله سبحانه وتعالى على ذلك، نتعلم ذلك من ربنا سبحانه. أربعة، أن نترجم المحبة التي هي بمثابة مشاعر وعواطف إلى واقع عمل مفيد للمحب، فحب الله سبحانه وتعالى لنا ظهر في صورة دعوتنا للاستعاذة به والنجاة به من الشيطان الرجيم. إحنا بنقرأ القرآن بعد تدبره نعمل به ونطبقه، إذ لن يتغير حالنا إلا بتطبيق القرآن. وفي ظل صورة الناس لابد أن نخرج بأشياء للتطبيق والعمل، فلتكن ثلاثة أمور. الحاجة الأولى أن تجمع كفيك قريبا من فمك ثم تنفث فيهما وتقرأ الإخلاص والفلق والناس وتمسح بها جسمك، تبتدي من وجهك وجسمك زي ما قلنا الحديث الذي قرأناه في فضائل السور. ونتعهد أيضا على أن نقرأ الأذكار الصباح والمساء ويكون فيها ثلاث مرات صباحا سورة الناس وثلاث مرات مساء سورة الناس أيضا.